علاقة كبيرة جدا 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 بالحفاظ على التربة. والحقيقة انه يعني الحكومة مرارا وتكرارا بتقوم بالعديد من الاستعدادات والإجراءات في مواسم الزراعة بتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الري للحفاظ على الصرف الزراعي وأيضا الحفاظ على التربة. النهاردة معانا مهندس محمد العبسي، نائب رئيس هيئة الصرف للوجه الإبلي بوزارة الموارد المائية والري. أهلا بك. أهلا بحضرتك. احنا يعني بنعاني، خلينا نقول، من تحديات او مشكلات كثيرة بتتعلق بالصرف الزراعي، بما انه الصرف الزراعي بيتعلق بثروة قومية كبيرة جدا زي الزراعة، فاحنا ايضا عندنا تحديات كبيرة. ايه هي التحديات اللي بنواجهها في الصرف الزراعي في مصر؟ التحديات أولا على مستوى طبعا ارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع منسوب المياه الأرضية، الأمر اللي بيخلينا نعمل شبكة صرف مغطى حضرتك عن طريق رأسيات وحقليات لتقليل المياه الأرضية وتقليل نسبة الملوحة. ده بينتج عنه إن زيادة الإنتاجية للفدان في الوجه الإبلي 17% وفي الوجه البحري 25%. فطبعا ده بنتغلب على التحدي ده بان احنا شغالين في 6 مليون و4 من 10 مليون فدان في شبكه صرف مغطى احلال وتجديد، وفي جزء لسه انشائي. خلصنا لحد دلوقتي تقريبا حوالي 6 مليون، وطبعا بعد 20 سنه من تهالك الشبكه بنبدا نعمل لها احلال وتجديد تاني للحفاظ على خصوبه التربه وعدم تطبيل الارض من الملوحه. احنا عندنا كميه مياه صرف قد ايه في مصر؟ نعم، عندنا كميه ميه صرف قد ايه في مصر؟ يعني حوالي عندنا حوالي اكتر من 20 مليار. 20 مليار مليار ايه؟ مليار متر مكعب في السنه. بنستخدم حضرتك يعني عشان طبعا بنحتاج كل قطره ميه بنحتاج منها تقريبا 13 مليار بنعمل لها اعاده استخدام مياه الصرف لري الارض الزراعيه مره تانية، زي كانها نظام تدوير، يعني تدوير للميه يعني. طيب احنا عندنا كميه كبيره، كميه كبيره جدا، فاذا الاستفاده منها، خلينا الاول نقول او نتكلم عن كيفيه الاستفاده، ازاي نقدر نستفيد منها، وايه هي الامكانيات او الاليات اللي لازم تبقى متاحه علشان نستفيد الاستفاده القصوى من هذه الكميه الكبيره من مياه الصرف الزراعي. اولا هو يعني احنا شغالين على تحسين المياه، تحسين المياه دي من التلوث، من القاء القمامه فيها، وده طبعا نوع من التحدي الاساسي دلوقتي اللي خلانا برضو للاسف يعني نبدا في اجراءات جديده وتكلفه زياده للشبكه الصرف المكشوف. عارفة حضرتك يعني على مستوى مصر 22,000 كيلو مصارف، جوه المدن طبعا بقت الزحف العمراني دلوقتي على المصارف، فأصبح الوقت بدل ما كنت مثلا بعمل صيانة للمصرف كل 6 شهور بعمله تقريبا شبه يوم دلوقتي طوال عام يعني. فطبعا ده تحدي، وطبعا ده بيلوث المية وبيمنعني ان انا اعيد استخدامها تاني، فسواء كان فيها صرف صحي او صرف صناعي. هل معدل التلوث او نسبه التلوث في مياه الصرف الزراعي بتساعد على فكره ان احنا نعيد استخدامها او نعيد الاستفاده منها او لا؟ طبعا في معايير محطوطه وفي نسب للعناصر وفي ونسب خلط، يعني نسب عشان اخلط ميه مصرف لميه ترعه لازم اشوف نوعيه المياه في المصرف ونوعيه المياه في الترعه واحدد نسبه الخلط كامل، يعني كل مدروسه. امتى اقدر اقول انه هذه العينه غير صالحه للاستفاده مره اخرى او للتدوير؟ اذا كان العينه اذا طبعا تلوث زياده، امونيا، في يعني في حركة معايير مع وزاره الصحه ومع وزاره البيئه، فنمنع تماما الاستخدام اعاده الاستخدام لو التلوث ده زاد. يعني ايه هي المعايير؟ المعايير عناصر امونيا وعناصر
رصاص وقصدير والكلام ده كله طبعا عشان الصحة في النهاية عشان صحة الإنسان. يعني لما المياه دي بتتلوث بكمية معينة من العناصر اللي ممكن تؤدي سلبا بصحة الإنسان ساعتها بيتم التوقف نهائيا طبعًا عن إعادة تدوير هذه المياه. أنا هخلي النبات هيشرب المياه دي وبالتالي والإنسان هيستخدم من هذا النبات فطبعا بمنع الكلام ده. بيتم التعامل معها إزاي؟ المفروض إن أنا على الصرف الصحي بعمل له معالجة يعني في معالجة أولية في معالجة ثنائية متطورة في معالجة ثلاثية. الصرف الصناعي مفروض برضو أن فيه عن طريق كذا وزارة بتتعاون البيئة ومع الصحة مع وزارة الري. يعني في الحالة دي بيتم تحويلها من مياه صرف زراعي إلى مياه صرف صحي أو صرف هو لا هي حضرتك لو صرف صحي بعمل لها معالجة عشان تصلح للصرف الزراعي بخفف من العناصر المواد الصلبه اللي فيها عشان تصلح للخلط مع مياه الترع وتصلح للصرف الزراعي. هل يوجد اماكن في مصر يعني تمثل خطر اكبر في نسب التلوث عن اماكن اخرى؟ طبعا في بعض المصارف على مستوى الجمهوريه يعني والدوله برضو واخده مجهود كبير فيها زي مصرف كوتشنر في الغربيه مصرف بحر البار مصرف الرهاوي وبصراحة يعني في اهتمام جامد وفي خطة على طول للمصارف اللي أكثر تلوثا دي يعني للحد من تلوثها إن شاء الله. يعني مكافحة التلوث أو مقاومة التلوث ما قبل حدوث التلوث ولا مكافحة التلوث بعد حدوث التلوث أيهما أقرب وإحنا بنشتغل على الاثنين إزاي؟ هو طبعا لما بمنع التلوث من المنبع أسهل لي إنما لما أسيبه يرمي في المصرف يعني على سبيل المثال مثلا الصرف الصحي بيعمل لي سيب بيعمل لي ترصيف في المصرف ابدا اعمل نوع من التجريف بيكلفني زياده فانما لو هو من المنبع عامل له معالجه وعامل الترصيب ده والسيب ده في المحطه قبل ما تروح المصرف طبعا افضل طبعا. دي تكلفتها عامله ازاي ودي تكلفتها عامله ازاي؟ نعم دي تكلفتها عامله ازاي؟ يعني انا دلوقتي لو خليني بقى اقول ان الوقايه بقى هنا الوقايه من التلوث خير من المكافحه بعد حدوث. طيب الوقايه تكلفتها عامله ازاي والمكافحه تكلفتها عامله ازاي؟ ما هو الوقايه زي ما حضرتك انا من منبع خلاص بعمل وقايه فبالتالي بخلي ميه كويسه وفي نفس الوقت بقلل تكاليف الصيانه انما لو خلاص دخلت المصرف فبتعمل لي تكلفه زياده وبتعمل لي تلوث في المجاري المائيه. ازاي يمكن الحد من يعني من مصادر التلوث او من استهلاك هذه المصادر؟ ما انا بقول زي ما بقول لحضرتك كده يعني نبدا نعالج المياه الصرف الصحي نبدا نعمل كنترول على الصرف الصناعي عن طريق التعاون الوزارات المختلفه وزاره البيئه وزاره الصحه وزاره المواد المياه والري في المجال ده والرقابه الشديده على المصانع ومحطات الصرف الصحي. طيب بالتأكيد زي ما احنا بنقول عندنا تجارب في مصر او عندنا بعض المحافظات او بعض المناطق بيبقى فيها نسب التلوث عالية شوية اكيد بيبقى في بعض الدول ليها تجارب سابقة وهذه التجارب السابقة يعني حبذا لو يعني خلينا نقول نستعين بها. احنا بنستعين فعلا يعني على سبيل المثال مثلا هولندا هولندا بتنقل لنا خبرات في المجال ده وفي وفود بتروح هناك وبتشوف المعالجه وبتشوف الحفاظ على ميه الصرف فبنستفيد وبننقل التكنولوجيا وفي مجلس اسمه مجلس الاستشاري المصري الهولندي ده بيجتمع سنويا على طول وبيركز على موضوع البيئه وعلى موضوع تحسين المياه. تحسين المياه او ملف تحسين المياه من الملفات المهمه جدا. يعني احنا بنقول ان احنا بنشتغل في وزاره الري على خطه الاربعه ت او الاربعه ت تحسين ترشيد تحسين تهيئه تنميه. طيب خلينا بقى نتكلم الاول عن خطه احنا يهمنا حضرتك ان في المجال ده شويه اللي هي التحسين والترشيد بنعمل عليهم ازاي في داخل وزاره الري؟ انا بقول لحضرتك التحسين يعني بقلل نسب التلوث نسب الملوحه بحيث ان هذه المياه تصلح للاراضي الزراعيه وتصلح كمان لمياه المصارف ان انا اعيد استخدامها تاني ممكن استخدمها اكثر من مره فده انا دي تحسين المقصود منه.
اما الترشيد ان انا بحاول يعني بقى يعني ارشد ميه، يعني ممكن اجيب نفس الانتاجيه بس بميه اقل. يعني مثلا بدل ما الفدان ياخد 6000 متر مكعب مثلا في 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 زراعه معينه، لا انا ممكن اجيب نفس الانتاجيه واكثر ب 4000 مثلا. وكان في تجارب وفي منظمات مستخدمي المياه عملت الكلام ده فعلا وجابت انتاجيه اعلى ووفرت ميه فعلا. زي ايه؟ زي بدات الري الحديث الوقت، نطبق الري الحديث الوقت في يعني هو طبعا انا كتخصص صرف بس في زمايل ليا في الري، بس بدا الوقت على كل ما امكانيه ان نطبق الري الحديث في الاراضي القديمه بنطبقه. في الاراضي القديمه. في الاراضي القديمه. طيب هنا برضه في الفيوم في كذا كبيره جدا على المزارع نفسه، واعتقد ان هي يعني بتبقى قادمه اكتر من وزاره الري. ان هي بتخص الري وبتخص المياه بشكل كبير، فازاي بتعمل وزاره الري هنا على توعيه المزارع علشان يحد بين التلوث وبالتالي يبقى عندي قابليه ان انا استخدم هذه المياه؟ هو حضرتك على مستوى الوزاره في بنعمل ندوات توعيه. يعني على سبيل المثال مثلا هيئه الصرف فيها اداره عامه لارشاد الصرف. دي حضرتك بتعمل من ضمن نشاطها بالاضافه اللي هي ندوات قبل الطرح للصرف الزراعي اللي هي كيفيه تنفيذ الشبكه والحفاظ عليها. بتعمل توعيه لحد من التلوث، ويعني في تقريبا في 6 شهور لحد دلوقتي عاملين 13 ندوه على مستوى الجمهوريه كلها. بنروح ونجتمع بالتعاون مع مجالس المدن ومع مجالس المرأة ونعمل توعية في الندوات دي. الندوات دي بيبقى مجتمع فيها المزارعين؟ اه بيبقى موجود فيها ده المزارعين. عنصر أساسي. عنصر أساسي أو المرأة بالذات. المرأة لأن هي اللي هي هتبقى هي القائدة حركة التوعية دي. برضه استخدام وسائل التكنولوجيا، يعني احنا كنا زمان كتير جدا جدا بنشوف خلينا نقول مش برامج توعية على قد ما هي ممكن تكون نشرات أو إعلانات توعوية بتذاع بين فواصل المسلسلات أو سر الأرض أو بس كانت على كمان مستوى الرأي. يعني احنا بنتكلم لو بنتكلم عن سر الأرض مثلا كواحد من الأعمدة الهامة جدا الحقيقة في الإرشاد الزراعي، فكمان كان عندنا بعض النشرات التوعوية دي او زي اخي المزارع حد من استخدام الميه في كذا او حد من استخدام النترات او كذا او بعض العناصر اللي ممكن تؤدي الى تلوث المياه. هل احنا ما زلنا شغالين على هذا الملف؟ شغالين بدأنا نستخدم وسائل اخرى. شغالين وبكثافه، وزي ما قلنا لحضرتك في الوقت يعني جهاز التوجيه المائي شغال مع منظمات اللي هي المساء والترع. جهاز ارشاد الصرف شغال على المصارف المغطاه المجمعات والمصارف المكشوفه بحيث يبقى في نشاط متكامل للتوعيه يعني. طيب خلينا نرجع مره ثانيه للتجارب السابقه واللي بنستعين بيها طبعا بشكل كبير. كيف استطاعت الدول تخطي التحديات التي تواجه تلوث مياه الصرف الزراعي؟ اهم عناصر تلوث الصرف الزراعي زي ما قلت لحضرتك قبل كده الصرف الصحي والصرف الصناعي وزياده الملوحه. زياده الملوحه مثلا بنحاول طبعا دي بالترتيب مع وزاره الزراعه تقليل الاسمده واختيار انواع معينه طبعا بالتعاون مع زي ما قلت لحضرتك مع وزاره الزراعه. والصرف الصحي بالمعالجه وبالمراقبه هو والصرف الصناعي. هنا بيبقى فيه طبعا يعني خلينا نقول تعاون مشترك او بروتوكولات تعاون بين وزارتين هم المعنيين بالري او معنيين بالزراعه او معنيين بالصرف الزراعي، هو وزاره الري ووزاره الزراعه. تمام. ازاي بيتم التعاون بين الاثنين؟ هو على طول حضرتك يعني بيحصل اجتماعات دوريه في كل المحافظات، وفي اجتماع على مستوى معالي الوزراء كل فتره بين وزاره الزراعه ووزاره الري لدراسه مشكلات معينه وحل حاجات معينه. يعني لسه كنا قريب في اجتماع وزاره الزراعه مع معالي وزير الزراعه وكان معالي وزير الموارد المائيه والري، وبندرس مشاريع معينه وتعاون بنحل مشاكل مع بعض. احدث ما تم من تعاون بين وزاره الري ووزاره الزراعه في هذا الملف؟ والله هو شو حضرتك يعني هو في موضوع الري الحقلي حضرتك انا صرف بس برضه هنتكلم برضه طبعا ما دام حضرتك سالت يعني في موضوع تطوير الري
المسائي، فهو هو بيتعاون معايا في الري الحقلي اللي هي المراوي الداخليه، وانا بعمل المسائي العموميه اللي هي واخده من الترع يعني. فبيبقى في نوع من التنسيق ومن نوع التعاون. وطبعا في مجال الري الحديث في الاراضي القديمه طبعا وزاره الزراعه لها دور كبير معانا. لماذا تزداد مشاكل الصرف الزراعي في غرب الدلتا؟ يا يعني الحمد لله هي الوقت احسن. يعني الحمد لله احسن يعني بعد. بس هي ليه اصلا نسبه كبيره هناك؟ يعني هو قال لحضرتك لان في برضه في منطقه مناطق هناك فيها حاجه اسمها كربونات كالسيوم. يعني تحت الطبقه السطحيه في كربونات كالسيوم. الكربونات الكالسيوم دي لما بنيجي اعمل شبكه الصرف المغطى بتقفل لي مسام المواسير دي اللي هي الحقليات، وبتقم مع الوقت فبتروح عامله لي الارض ما تصرفش كويس، فبضطر اعمل حلول تانية بتبقى ساعات مكلفه يعني مكلفه بزياده. يعني الفدان دلوقتي حضرتك بيتكلف من 7000 ل 8000، ده ممكن تخليني في حدود 12000. وبالتالي لان طبعا حضرتك تكلفه الشبكه على حساب المزارع هو اللي بيسددها على 20 سنه، فدي من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا. وفي معهد بحوث الصرف شغال في المجال دي، وان شاء الله يطلع احسن نتائج نستخدمها لموضوع كربونات الكالسيوم. دور وزاره الري هنا بالتاكيد بيبقى هو يعني او هي بتحتل الدور الاكبر في حل المشكلات اللي بتتعلق بالصرف الزراعي في مصر. طبعا ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي يعني نظام الصرف المكشوف زي ما قلت حضرتك 22000 كيلو مصارف مكشوفه، دي بتستقبل الميه اللي هي من شبكات الصرف المغطى اللي هي زي ما قلنا احنا عملنا لحد دلوقتي حوالي قرب 6 مليون فدان، ومفروض ان احنا هنكمل لحد 6 مليون و4 من عشر. فطبعا وبحافظ على مفروض نسبة المية يبقى تحت جذر النبات عشان ما يحصلش يبقى في تهوية للنبات وبالتالي يحسن الانتاجية، وبحافظ على المجمع الرئيسي اللي هو بياخد بقى الصرف الزراعي كله لغاية المصرف الرئيسي، بحافظ ان هو بحس يصرف حر بحيث ما يبقاش في مية ترد في الارض يعني. طيب الصرف الزراعي يعني له علاقة كبيرة جدا بتحسين التربة، هو ده موضوع الحلقة النهاردة أو جوهر يعني موضوع الفقرة. إزاي ممكن يبقى الصرف الزراعي له علاقة وطيدة جدا بتحسين التربة؟ ما هو حضرتك دلوقتي طبعا الصرف الزراعي ده يعني أحسن حاجة للأرض الزراعية إنها طبعا أعمل صرف مغطى. صرف مغطى أنا باخد عينات من التربة وباخد عينات من المياه الارضيه، وبعدين بيطلع دي عن طريق طاقم متخصص يطلع بعد كده اعمل تصميم اعمل حاجه اسمها حقليات بناء على نوع التربه وبناء على المعطيات اللي بقول لحضرتك عليها دي، بحدد المسافه بين الحقل والحقل في بتتراوح من 30 لغايه 60 حسب الداتا اللي بتجي لي من الغيط، وبعد كده اجمعها في المجمع الرئيسي زي ما قلت لحضرتك، وبعدين تخش على الايه على 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 المصرف الرئيسي، وابدا ااهل المصرف الرئيسي بحيث المجمعات اللي هي الرئيسيه دي تصرف حر. وبالتالي بتفرق كتير من مع الارض زي ما قلت لحضرتك، يعني ثبت بالدليل القاطع ان في الوجه البحري بتزود الانتاجيه 25% وفي الوجه القبلي 17%. حضرتك مسؤول عن الوجه القبلي. الوجه القبلي. مشاكل الوجه القبلي في الصرف الزراعي بتزيد عن الوجه البحري؟ لا يعني لا هي الوجه القبلي يعني بصفته ان هو شريط يعني جنب النيل يعني الصرف فيه احسن شويه من البحري. بحري ايه اسبابه؟ هو البحري عشان فيه تكدس سكاني عالي وفي تصرفات عاليه وفي برضه صرف صحي بينزل في المصارف وفي للاسف يعني برضه قمامه ومخلفات، فده بيرفع منسوب الميه في المصرف الرئيسي وبالتالي بتنعكس على الارض الزراعيه ما بتصرفش بجوده عاليه وبالتالي بيأثر على الانتاجيه. طبعا في بس في الوادي الجديد وسيوه دي حاله خاصه بتبقى نظام برك وعن طريق المياه الجوفيه وباخد من المصارف وبطلع على البرك، دي بتبقى هي حاله خاصه شويه في الشتاء لان البرك دي اصلا بتعتمد على البخر، وطبعا في الشتاء حضرتك البخر بيقل كتير.
هل في منظومة شكاوى للصرف الزراعي؟ حضرتك الولايات حضرتك هو دلوقتي كل هندسة يعني تقريبا احنا حدودنا مش حدود محافظات، حدود بنسميها حدود هيدروليكية، فمغطيين الجمهورية كلها بإدارات عامة. الإدارة العامة دي حضرتك منقسمة من 4 هندسات لخمس هندسات، وكل زمام هندسة في حدود من 50 ل 60 ألف فدان. فهو حضرتك أي منتفع يروح يشتكي يبلغ للهندسة، بيطلع طاقم الهندسة يشوف العيب فين ويصلح، أو عن طريق المنظمات اللي هي المجمعات الصرف المغطى. يعني في بعد ما بننشئ شبكة الصرف المغطى في المجمعات الرئيسية اللي قلت حضرتك عليها، بننشئ على كل مجمع مجموعة، يعني المجموعة دي بيبقى لها قائد ممكن هو يتواصل مع مهندس الهندسة أو مهندس الإرشاد بالمنطقة اللي هو إرشاد الصرف اللي قلنا عليه، يبلغوا بالعطل وبيطلع بياخدوا المعدات بتاعتهم ويشوفوا العطل ويعمل. هل بتزيد خلينا نقول بقى الاجراءات او الاستعدادات في فصل الشتاء عن باقي فصول السنه؟ طبعا خاصه في البحيره واسكندريه، يعني نزول الامطار طبعا. يعني لسه النوى اللي فاتت دي كنا يعني عاملين غرفه عمليات ومتابعه ومراقبه 24 ساعه رغم ان كان في حاجه خارجه عن ارادتنا، ان هو حركة المحطات زي ما حضرتك عارفة ان هي بتدي البحر، فبيحصل في النوات الموج ده بيزيد فبيضغط على طرد المحطات فبيعمل لنا مشاكل، ولكن بنتغلب عليها بالحفارات بتاعتنا وبنعلي خطوط الطرد وبنشغل المحطات بأقصى كثافة، والحمد لله يعني لحد الآن يمكن تقريبا 3 نوات الحمد لله ما حصلش أي خسائر لحد دلوقتي. هل الامطار بتمثل يعني اللي حضرتك بتقوله انه بعض الدول خلينا نقول ان في دول او في مناطق على مستوى العالم، والحقيقه ان حتى منها مصر بتنتظر هطول الامطار بشكل كبير، ولكن هل تمثل هطول الامطار خطر على المنظومه الزراعيه؟ لا، هو ما هو الحركه لو هي هطول الامطار غزيره في وقت او يعني اذا كنا اكثر بصر. تحديدا يعني منظومه الصرف الزراعي لا هي ما هو هي اي يعني هي شبكه الصرف الزراعي المغطى او المكشوف مصممه ان هي تستقبل اي تصرف يجي لها في الحدود اللي هي الطبيعيه، انما لو حصل حاجه غير طبيعيه زي مثلا سنه 2015 مثلا ما حصل 8 ساعات شبه سيول، فطبعا المصارف ما تبقاش مصممه للحادث الاستثنائي، ولكن رغم ذلك بعدها برضو الوزاره اهتمت بالكلام ده وعملنا توسيع وتعميق يعني، واي معترضات كانت بتعوق سير الميه بدانا نحسنها سواء كان صحارات سواء كان نطاقات او كباري او غيره. يعني ازاي ممكن الصرف المغطى يساهم في صيانه الاراضي؟ ما هو الحركة هو الصرف المغطى بيحافظ دايما على طول ان الارض يعني بلغه الفلاح كده متهويه، بيقلل الملوحه، يعني هو مهما يحط اسمده بتاخد الكلام ده لانه كمان ممكن يغسل الشبكه عن طريقها، وفي نفس الوقت بيقلل المياه الارضيه وما بيخليش الارض تطب. الاضافه كمان ان انا المصارف الخصوصيه اللي كان الفلاح عاملها الاول فانا بردمها وبيستغلها في ارضه، وفي نفس الوقت كانت المصارف دي يعني مصدر للحشرات، فطبعا الكلام ده بينقضى عليه كله، فبيبقى فوائد جانبيه تانية كمان يعني غير الفوائد اللي لو بنتكلم عن فوائد الصرف المغطى، فبالتاكيد وزاره الري بتقوم بدور كبير جدا لدعم الصرف المغطى. ايه هو الدور اللي بتقوم بيه وزاره الري؟ هو حضرتك يعني احنا بنراقب اولا بالنسبه لتنفيذ الشبكه، يعني في شقين، تنفيذ الشبكه وصيانه الشبكه. بنفذ الشبكه زي ما اتحرك كده طقم مخصوص بينزل ياخد الابحاث ياخد العينات التربه يبدا يصمم في المكتب، يبدا نطرح العمليه نبدا نطرحها على 20 سنه، والمساهمه ان انا ما باخدش ثمن التكلفه مره واحده، باخدها على 20 سنه وبخصم منها كمان التكلفه اللي هي الطرح وغيره وغيره كده، فطبعا ده يعتبر مساهمه من الدوله للفلاح من على 20 سنه. بما ان حضرتك مختص بالوجه القبلي فبالتاكيد يعني بتاتي احنا هنتكلم عن فكره تواصل المزارع او صاحب المشكله بالهيئه نفسها، ولكن ايه ابرز المشكلات اللي ممكن تكون بتواجه الوجه القبلي الخاصه بالصرف الزراعي؟ هو يعني هي السلوكيات.
السخن بمعنى؟ وخاصة في مناطق اللي هي القصب مثلا. يعني ممكن يروح لغرفة التفتيش، في حركة غرف تفتيش في كل على المجمع الرئيسي، ممكن يروح رامي فيها القصب الناشف، وبالتالي بيحصل كتم. الغطاء اللي فوق ده ممكن حد بياخده يجي، عشان ساعات بيدي ميه ري زياده. وطبعا زي ما قلت حضرتك الحقليات تحت مثقبه، فبتاخد الميه بمعدل معين مصممه لكده، فهو ما بيستناش يروح يعني خابط في الغرفه من سطح كده عشان يصرف الارض الميه بسرعه. دي من ضمن الحاجات اللي المشاكل بتواجهنا، ولكن احنا بنعمل توعيه عن طريق الارشاد الصرف. يعني احنا بنعمل توعيه ما بعد التنفيذ. يعني بمعنى ايه بعد التنفيذ؟ يعني بعد تنفيذ الشبكه، يعني المتخصصين بيقعدوا مع الناس يحافظوا تحافظ على الشبكه ازاي بالحاجات اللي احنا بنقول عليها، ما ترميش كذا، ما تعملش كذا عليها كذا. هل بعض المناطق يعني بتستدعي، يعني احنا شغالين على التوعيه كملف بشكل عام، توعيه مخاطر التلوث على الصرف الزراعي او السلوكيات او والحفاظ على الشبكه لكن هل في بعض المناطق بتستلزم ان احنا نقول لا احنا هنا هنزود التوعيه شويه؟ طبعا. زي ايه؟ طبعا يعني هو يعني ساعات مثلا بتواجهنا حاجات الناس مش عايزه شبكه صرف مغطى، مهما نقنع ومهما نقول. ودي كان يعني انا بقول دي فرصه ان فعلا يعني يجب ان اي واحد يعيد النظر في حكايه ان هو يرفض ان شبكه صرف مغطى، لان ثبت يعني بالدليل القاطع ان شبكه الصرف فعلا بتحسن الارض وبتجيب انتاجيه عاليه. والميزه شبكه الصرف المغطى ان هي بتشتغل تاني يوم. يعني مش بستنى هعمل لها حاجه تانية، لا ده مجرد ما بخلص الرئيسيات والحقليات خلاص الميه بتصرف فيها. طيب بما اننا في بدايه عام 2020 وبنتكلم دايما على فكره الحصاد للعام الماضي 2019 وبينتج عنه الحقيقه بدايات او خطوات بدايه او يعني خيط نقدر نبدا منه من جديد في عام 2020، لو هنتكلم عن ابرز الخطوات اللي تمت في مجال الصرف الزراعي في مصر في عام 2019. والله هو حضرتك حصاد الهيئه 2019 الهيئه صرفت 1,400,000,000 على مشروعات تم تنفيذها، منهم حضرتك حوالي 70,000 فدان انشاء شبكات صرف مغطى، مع ان كان المستهدف حوالي 45. برضه بنعمل تدعيم للصحارات الحاليه نتيجه زياده تصرفات الصرف الصحي. على سبيل المثال صحاره الرهاوي مثلا عملنا تدعيم للصحاره بحوالي 32,000,000. بنخش برضو حضرتك على النشاط الثاني نعمل احلال وتجديد كباري وصحارات اصغر شويه بحوالي 90,000,000. ونفذنا زي ما قلت حضرتك ان السنه اللي فاتت 70,000 فدان تقريبا بتكلفه حوالي اكتر من 700,000,000 جنيه. وان شاء الله نعمل المزيد، نعمل ان شاء الله ان عام 2020 يبقى افضل، يعني مزيد من الخطوات التنفيذيه لحل مشاكل الصرف الزراعي في مصر بشكل عام. لكن نصيحه من حضرتك، بما ان احنا عندنا يعني اغلب مشاكل الصرف الزراعي في مصر هي مشاكل ممارسه ومشاكل سلوكيه، تنصح السادة المزارعين بإيه للحد من مشاكل أو أخطار التلوث للصرف الزراعي؟ يعني هو حضرتك يعني أولا التواصل الجيد، يعني التواصل الجيد مع المهندس الهندسة، مع مهندس إرشاد الصرف. يعني ما يروحش مثلا الشبكة حصل فيها حاجة يروح هو منه لنفسه، لا يعني يستنى ياخد المشورة والنصيحة من الطاقم المتخصص. احنا في حاجات ساعات بندربهم عليها مثلا زي الترصيب اللي في غرف التفتيش، يعني لو هو قدر كمجموعة بيتنظف ما فيش مشكلة. ورغم ذلك احنا بنعمل الكلام ده، كل هندسة حضرتك بتعمل برنامج كل 6 شهور، برنامج صيانة كل 6 شهور لشبكة الصرف المغطى. أنا بشكرك جدا وبتمنى لكم إن شاء الله إن عام 2020 يبقى مزيد من الخطط التنفيذية للحد من مشاكل الصرف الزراعي في مصر، ونشوف خطوات واضحة ونشوف إجراءات واضحة إن شاء الله في السنة الجديدة. بشكرك مهندس محمد العبسي نائب رئيس هيئة الصرف للوجه الإبلي بوزارة الموارد المائية والري، نورتنا وشرفتنا. شكرا. كان هناك النهاردة 2 من الموضوعات الهامة جدا لو بنتكلم عن الصرف الزراعي.